مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 7 Lesson 4 اليونت السابع الدرس الرابع. عنوان الدرس Going Fishing الذهاب للصيد. قبل ما أبدأ بقراءة القطعة، هاي القطعة قطعة مطلوبة من الامتحان التحريري، يعني من قطع الكتاب المطلوبة، فسجل عليها قطعة مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. راح نجي نوضح مفرداتها، نستخرج المعلومات من عدها، وراها نتعرف على الأسئلة اللي ممكن تجينا من خلال هذه القطعة ومن هذه القطعة بالامتحان التحريري. بالبداية شو يقول لي؟ يقول لي listen and read، استمع وقرأ، then read and answer the questions in your activity book، ثم اقرأ الأسئلة واجب عليها في كتاب النشاط. إذا منطيني قطعة ومنطيني الأسئلة المتعلقة بها. شو يقول لي؟ يقول لي مازن has a shop near the sea. مازن لديه محل بالقرب من البحر in أم قصر في مدينة أم قصر. هسه المعلومة الأولى، أكو شخصية اسمها مازن. هذا مازن has a shop لديه محل near the sea بالقرب من البحر. احفظها جدا مهمة، near the sea in أم قصر، بالقرب من البحر في مدينة أم قصر. When people want to go fishing، عندما يريد أن يذهب الناس للصيد، they can، انتبه هنا، they can buy or hire everything they need. هنا انتبه لي، buy يشترون، hire يؤجرون. إذا من الممكن إنه هذا مازن أي واحد يريد يروح للفيشنج لصيد السمك يذهبون لمحل مازن على متشنو، إما buy يشترون or hire أو يؤجرون everything they need in his shop، كل ما يحتاجون في محله. يعني عنده فد أشياء متعلقة بالصيد، كمثال سنارة الصيد، اللايف جاكيت صراحة نجي نأخذها، سترة النجاة إلى آخره. خالد and أحمد، خالد وأحمد are going fishing، ذاهبين للصيد. They are at in Mazen's shop، وهم ذهبوا أو هم حاليا في محل مازن. إذن راح يدور حوار بين مازن، قلنا من هو مازن؟ أو المحل اللي يأجر أو يبيع أشياء متعلقة بالصيد. وأحمد وخالد هم اثنين من الشباب اللي ذاهبين للصيد ورايحين المحل مازن على مود يأجرون أو يشترون قارب. بس نجي نشوف هاي مازن we'd like to hire a boat. شوفوا هنا نطلع، قال له مرحبا يا مازن، نود أو نرغب بأن نؤجر قارب. إذن هم ما رايحين على مود يشترون فد شيء لحد الآن. لحد الآن hire معناها يؤجر، نريد أن نؤجر قاربا. فش يقول له؟ أوكي but fishing is dangerous، هاي معلومة جدا مهمة. حسنا لكن الصيد جدا خطر، fishing is dangerous، الصيد خطر. Have you got everything، هل لديكم كل شيء؟ أنتم مجهزين غراضكم كل الأشياء اللي محتاجيها للصيد؟ هسه راح تبدأ المحاورة بين مازن وأحمد وخالد. مازن يقول What will you do if the boat sinks، ما الذي تفعلون إذا غرق القارب؟ طبعا هو قال له I think so، أعتقد ذلك، أعتقد إن إحنا عندنا كل شيء. بس خلينا نجي نشوف شنو اللي عندهم أو شنو المطلوب من عندهم إن يأخذوه من محل مازن. بس مازن إيش قال لهم؟ What would you do or what will you do if the boat sinks؟ ما الذي تفعلون إذا غرق القارب؟ هاي الكلمة جدا مهمة، sink معناها يغرق. ما الذي تفعلون إذا غرق القارب؟ جاوب أحمد If the boat sinks، إذا غرق القارب، we will swim، سوف نسبح. قال له yes but you will need these life jackets، قال له صحيح لكن أنت لازم لما تسبح تحتاج life jacket. شنو معنى life jacket؟ معناها سترة النجاة. أنت صحيح من الممكن أن تعرف تسبح لكن هذا بحر، لازم تأخذ وياك سترة النجاة على مود تكون آمن. هسه هذه المسألة الأولى اللي أخذوها اللي هي life jacket. Oh yes، حسنا أو نعم صحيح. Thanks، شكرا لك. What will you do if you got lost أو if you get lost، ما الذي تفعلوه إذا ضعتم، إذا تيهتوا بالبحر؟ لأن البحر ما بيفد طرق معينة أو اتجاهات معينة، أنت راح تروح لازم تعرف شلون تقود القارب. فقال له if we got lost أو if we get lost، إذا ضعنا we will use a compass. هاي كلمة جدا جدا مهمة، compass معناها بوصلة. قال له إذا ضعنا راح نستخدم بوصلة. إذا أنت عندك بوصلة؟ قال له right here you are one compass، قال له صحيح هذا تفضل هذه بوصلة. thanks شكرا لك. وراها مازن يقول له now what will you do if the motor stops،
ما الذي تفعلوه إذا توقف المحرك أو توقف الماطور مع القارب اللي أنتم أجرين؟ قال له if the motor stops, إذا توقف المحرك we will row. إحنا أخذنا كلمة row بالدروس السابقة. row معناها يجدد. سوف نجدد. قال إذا القارب مالتنا توقف أو عطل راح نجدد ونستخدم المجاري. قال له okay, so we will need oars. إذن راح تحتاجون الأورز. شنو معنى الأورز؟ المجاديف. إذن راح تحتاجون المجاديف في أثناء إذا المحرك مالتكم توقف. وراها want you، أليس كذلك؟ قال له oh yes نعم. right one pair of oars. حسنا زوجان من ال pair معناها زوج. زوج أو زوج واحد من المجاديف. I think you will be safe now. قالهم الآن أعتقد بأنكم سوف تكونون آمنين. أتأمنت أو أمنت عليكم. How much is that مازن؟ قال زين هسه الآن إيش قد هذا كله؟ إيش قد سعره؟ إيش قد مطلوب من عندنا نعطيه؟ قال له let me see. دعني أرى. Well حسنا if you take me fishing. قالهم زين شو رأيكم؟ إذا أخذتوني وياكم للصيد you will أو I'll give you everything free. سوف أعطيكم كل شيء مجانا. فجاوب خالد fantastic. Let's go. حسناً هذا مذهل. دعنا نذهب. هذا ما يخص المحاورة أو القطعة المطلوبة من الامتحان التحريري. وضحنا مفردات هذه الكلمات اللي أشرناها. نحاول تأشروها ويانا وتحفظوها لأنها كلمات مهمة جداً وراح تفيدنا بفهم الأسئلة اللي متعلقة بها. فهنا نسجل على الأسئلة. هذه الأسئلة ما موجودة في كتاب النشاط. حاول تسجلها بالدفتر. أسئلة إضافية بالإضافة للأسئلة اللي موجودة في كتاب النشاط من الممكن تجي في الامتحان التحريري. هسه بارك وياي. شي يقول لي بالأسئلة؟ يقول لي where. شنو معنى where؟ معناها أين. where is Mazen's shop؟ أين هو محل مازن؟ احنا اتفقنا أنه محل مازن near the sea، بالقرب من البحر. تحديدا وين يا مدينة؟ in أم قصر. إذن هو في مدينة أم قصر اللي موجودة بالبصرة بالقرب من البحر. إذن where is Mazen's shop؟ أين محل مازن؟ near the sea، بالقرب من البحر. in أم قصر، في مدينة أم قصر. do أحمد and خالد want to buy about. شوفوا هنا السؤال ذاك يقول لك، يقول لك هل أحمد وخالد يريدون buy؟ شنو buy؟ يشترون boat قارب. إحنا اتفقنا إنه هو هم لما راحوا له قالوا له we want to hire a boat، نريد أن نؤجر قارب مو نشتري قارب. إذن أقول له no، كلا. تقدرون تكملون they want to hire a boat. كلا هم يريدون أن يؤجروا. hire معناها يؤجروا boat قارب. مازن thinks fishing is dangerous لو سيف. مازن يعتقد بأن الصيد dangerous لو سيف. dangerous خطير، سيف آمن. إيش قال لهم؟ قال لهم أنتم ماكو مشكلة، ممكن you can hire a boat، يمكنكم أن تؤجروا قارب. but remember، لكن تذكروا fishing is dangerous، الصيد السمك جدا خطير. إذن أقول له dangerous خطير. how much do they pay for مازن؟ pay معناها دفعوا. كم دفعوا لمازن؟ إيش قد انطوا فلوس؟ اتفقنا بنهاية القصة قال له إيش قد نعطيك فلوس أو إيش قد سعر هذه الأشياء اللي أخذناها؟ قال لهم if you take me fishing، إذا أخذتوني وياكم للصيد I'll give you everything for free، سوف أعطيكم كل شيء مجانا. إذن أقول له they got، هم حصلوا everything، حصلوا على كل شيء free. شنو free أو for free؟ مجانا. حصلوا على كل الأشياء اللي أجروها مجانا. what does Mason say the boys need؟ شوف هنا هذا السؤال، هذا السؤال شوية شامل. ما الذي قاله مازن بأن الأولاد يحتاجون؟ مازن قال لهم أنتم محتاجين عدة أشياء. شنو ذن الأشياء اللي هم محتاجينها؟ قلنا ثلاث أشياء هم محتاجين يأخذون وياهم. أولاً كومباس. شنو معنى كومباس؟ معناها بوصلة، لايف جاكيت، سترة نجاة، وبعد إن شاء الله الثالثة اللي محتاجيها أورز. شنو معنى أورز؟ مجادي. لازم يأخذون ذن الأشياء وياهم على مود يكونون آمنين أثناء الصيد. هذه الأسئلة اللي ممكن تجيكم بالامتحان التحريري. حاولوا سجلوها وسجلون الإجابات مالتها بالدفتر. وأكو بعد تمرين متعلق به. تمرين رقم 1 answer the questions about the conversation in the student's book.
أجب على هذه الأسئلة عن المحادثة لكتاب الطالب نفسية القطة اللي أخذناها قبل دقيقة. شو يقول لي؟ يقول لي Do أحمد and خالد want to buy a boat؟ نفس السؤال. هل أحمد وخالد يريدون شراء قارب؟ أقول له No. كلا. They want to hire a boat. كلا. هم يريدون أن يؤجروا قارب. زين. مازن says fishing is dangerous. مازن يقول بأن الصيد dangerous. شنو dangerous؟ خطير. What three things does he say can happen؟ ما الأشياء الثلاثة التي قالها بأنه من الممكن أن تحدث لهم؟ شنو الشغلات أو المخاطر الثلاثة اللي ممكن تصير لهم؟ مثلاً أقول له the motor can stop. من الممكن أن الماطور أو محرك القارب يتوقف. The أو they can get lost. من الممكن أن يتيهون أو يضيعون. بعد شنو الشغلات الثلاثة اللي ممكن تصير وياهم؟ The boat القارب can sink. من الممكن أن القارب يغرق. إذن هذه الأشياء الثلاثة اللي ممكن تحدث وياهم أو المخاطر الثلاثة اللي ممكن تحدث وياهم. إذا تريدون أو إذا الأستاذ سألكم what happens or what they will do if the motor stops، ما الذي سوف يفعلون إذا توقف القارب؟ تقولوا له they will row، سوف يجدفون. what they will do if they get lost، ما الذي سوف يفعلون إذا ضاعوا؟ تقول له they will use a compass، سوف يستخدمون البوصلة. what they will do if the boat can sink، ما الذي سوف يفعلون إذا غرق القارب؟ they will swim، سوف يسمحون. وهكذا. what does Mazen say the boys need، ما الذي قاله مازن بأن الأولاد يحتاجون؟ لأن ثلاث شغلات اللي هن شنو؟ الكومباس، البوصلة، بعد لايف جاكيت، سترة النجاة، وبعد الثالثة شغلة الثالثة اللي محتاجيها الأورز. شنو الأورز؟ المجاديف. بعد how much do they pay for Mazen، كم دفعوا لمازن؟ they didn't، قلنا لم يدفعوا، they didn't pay، لم يدفعوا for Mazen، لم يدفعوا لمازن. تقدرون تكملون الجواب they got everything for free، حصلوا على كل شيء مجانا. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. نفس الأسئلة تقريبا اللي شرحناها بداية الدرس، نفسية عادة لكن بصيغة جديدة. أغلب الأسئلة اللي ممكن تجيك في الامتحان التحريري مثل اللي أنا طلعت لك إياها، لأن من المستحيل أو صعب إن يجيب لك هيج سؤال الإجابة ما تكون على شكل ثلاث أسطر، يكون الإجابة ما مطولة. لذلك أنا جبت سويت لك إياها على شكل أسئلة من الممكن تجيك في الامتحان التحريري. تمرين رقم 8 يقول لي match the words to the photographs، طابق الكلمات بالصور الفوتوغرافية. احنا عرفنا ان الكومباس، شنو معنى كومباس؟ بوصله. لايف جاكيت، ستره نجاه. موتور، محرك القارب او الماطور. الاورز، المجاديف. هذا شو نسميها؟ نسميها لايف جاكيت، ستره نجاه. هذا نسميه الاورز، مجاديف. هذه نسميها كومباس. شنو معنى كومباس؟ معناها بوصله. والاخيره هذا هو الموتور، المحرك ماله القارب. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي، لكن لان كلمات مهمه جدا، وضحنا بدايه الدرس انه مهمات جدا وتفيدني كذلك بالدروس القادمه. هسه ننتقل لموضوع جدا مهم اللي هو موضوع اف الشرطيه. هذا الموضوع موضوع قواعدي وراح يلحقكم او راح يبقى وياكم بالثاني متوسط وبالثالث متوسط، الرابع والخامس والسادس اعدادي. فهو مجموعه ملاحظات او مجموعه حالات لاف الشرطيه. بالاول متوسط منطيني فقط الحالة الأولى، فخليكم وياي وتابع الشرح المفصل لموضوع الف الشرطية. الآن مع موضوع قواعدي جدا 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 مهم اللي هو موضوع if conditional اللي هي if الشرطية. طلاب if الشرطية هي حالها حال أدوات الربط. احنا ماخذين سابقا ما مثلا الاند أو البات أو الوين إلى آخره، هذني نسميهن أدوات ربط. أدوات الربط تربط بين جملتين، عندي جملة أولى وجملة ثانية، أداة الربط تأتي بين هاتين الجملتين. إذن الملاحظة الأولى أو الفكرة الأولى أنه إف الشرطية من الممكن أن تأتي بين جملتين وكأنها أداة ربط. هس إف الشرطية تربط بين جملتين وتأتي وسط هاتين الجملتين، أو من الممكن أنه تجيني في بداية الجملتين. إذا أجدني بالبداية لازم أفصل بين الجملتين بالفاصلة.
هسه عرفنا انه اف الشرطيه تربط بين جملتين، اما تجي من وسط هاي الجملتين او تجي بالبدايه وبعدين تجي جمله اولى وفاصله وجمله ثانيه. هسه هذا الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه انه احنا راح نحكي عن الاف الكونديشنال، اف الشرطيه اللي نسميها الفيرست. شنو معنى الفيرست؟ الحاله الشرطيه الاولى، لان عندنا بعد مجموعه من الحالات ناخذها ان شاء الله بالمراحل القادمه، الزيرو كونديشنال، السكند كونديشنال، الثيرد كونديشنال. احنا بنحكي اليوم فقط على الفيرست كونديشنال، الحاله الشرطيه الاولى. شو تقول؟ تقول انت من تريد تربط بين جملتين باستخدام اف الشرطيه، الجمله اللي بعد اف جمله بزمن المضارع، احفظ وياي البسيط. هاي الملاحظه الاولى، انه جمله الجمله التي تاتي بعد اف مباشره جمله بزمن المضارع البسيط. بعد قليل راح نراجع موضوع المضارع البسيط اللي اخذناه اكثر من مره خلال الاول متوسط، ويعني سبب البدايه اذا جت بالنص يجي وراها مضارع بسيط. زين استاذ، اذا جت بالبدايه نفس الطريقه يجي وراها مباشره شنو؟ مضارع بسيط. زين، هي هذه الجمله شو نسميها؟ نسميها جمله الشرط. الجمله الشرط هي الجمله التي تاتي بعد اف مباشره. اذا نحفظ وياي، الجمله التي تاتي بعد اف مباشره نسميها جمله الشرط وتكون بزمن المضارع البسيط. زين، والجمله الثانيه استاذ؟ الجمله الثانيه تكون جمله بزمن المستقبل. احنا ماخذين المستقبل سابقا، راح نراجع كذلك في هذا الدرس ان المستقبل نستخدم وياه الاداه would. هسه اذا جتنا بالبدايه استاذ، هذه مضارع بسيط، الثانيه ايش راح تكون؟ نفس الطريقه راح تكون بزمن المستقبل. هسه عرفنا انه اف الشرطيه تربط بين جملتين. هسه لنفترض انه اني عباره عن اف الشرطيه اربط بين جملتين، الجمله الاولى جمله بزمن، او الجمله اللي قبل اف جمله بزمن المستقبل، والجمله اللي بعد اف وجمله بزمن المضارع البسيط. زين، اذا جيت في البدايه اسحب المضارع البسيط واقف بالبدايه، فهذه مضارع بسيط والبعيد عن المستقبل، هذه مضارع بسيط والبعيد عن المستقبل. واذا جيت بالنص قبلي مستقبل وبعدي مضارع بسيط. زين استاذ، انا ناسي قاعده المضارع البسيط. شو تقول قاعده المضارع البسيط؟ هسه نجي نراجع موضوع او قاعده المضارع البسيط. المفروض انت حاليا توقف الفيديو وتحاول تتذكر موضوع المضارع البسيط اللي اخذناه اكثر من مره. قلنا ان المضارع البسيط هو عباره عن زمن، عباره عن فاعل زائدا اما فعل يحمل اس او فعل مجرد زائدا تكمله. هسه اسالكم الكم، ايش وقت اخلي ابو الاس وايش وقت اخلي المجرد؟ اذا تتذكرون قلنا ابو الاس ارجع على الفاعل، اذا كان الفاعل هي او شي او اس او اي اسم مفرد اخلي للفعل اس الشخص الثالث، واذا كان الفاعل ذي او وي او يو او اي نخلي الفعل مجرد. هاي قاعده يا زمن، قاعده المضارع البسيط. زين استاذ، وقاعده المستقبل كذلك احنا ما فيها سابقا، المستقبل شو تقول قاعدته؟ فاعل هم عباره عن فاعل زائدا و زائدا فعل مجرد خالي من اي اضافه زائدا تكمله. هسه لحد الان عرفنا القاعده مال المضارع البسيط، عرفنا القاعده مال المستقبل، عرفنا المخطط اللي راح نمشي عليه. زين استاذ، شلون يجيني بالامتحان؟ شلون اقدر اجاوب عنه؟ هنا راح نعرض لكم مجموعه من الامثله. هذه الامثله اما تلقاها بكتاب النشاط او تلقاها بالقطعه اللي اخذناها مال مازن. اذا ما منتبهين انه هواي مستخدم اف شرطيه، بس راح نجي نراجع انه معظم الامثله اللي موجوده بالقطعه عباره عن امثله او جمل اف شرطيه، فخليكم وياي نتعرف على الصيغه اللي ممكن تجيكم بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. الان مع الصيغ اللي ممكن تجيني بالامتحان عن موضوع اف الشرطيه. طلاب، احنا اتفقنا انه اف من الممكن تجيني بالبدايه ومن الممكن تجيني بالنص. هسه حاليا الامثله اللي انا بعطيك اياها اغلبها جايه بالبدايه، وان شاء الله راح نشوف احنا بكتاب النشاط لانه عندنا هواي امثله جايتني اف الشرطيه بالنص او من الممكن تجيني بالبدايه. طلاب، من الممكن انه ينطيني الجمله الاولى محلوله ويطلب من عندي اني اصحح الجمله الثانيه، او ينطيني الجمله الاولى ما محلوله
ويحل الجملة الثانية، يعني أنت مطلوب من عندك إنك تصحح الجملة الأولى، أو من الممكن إن الجملتين يطلب من عندي إني أصححها. زين أستاذ، أنا شو معرفني إنه هذه الجملة هو اللي يريدني أصححها؟ دائما أنت تصحح الجملة اللي بيها أقواس. شوفوا هسه هذه جملة أولى فاصلة جملة ثانية، جملة أولى فاصلة جملة ثانية، جملة أولى فاصلة جملة ثانية. الجملة الأولى بها أقواس؟ لا. الجملة الثانية بها أقواس؟ نعم. إذن أنا كطالب مطلوب من عندي أن أصحح الجملة الثانية. الجملة الأولى بها أقواس؟ نعم. إذن مطلوب من عندي أن أصحح هذه الجملة. الجملة الثانية بها أقواس؟ لا. إذن هذه محلولة. هذه الجملة بها أقواس؟ نعم. هذه الجملة بها أقواس؟ نعم. إذن الاثنين لازم أصححها. فأنت حافظ أنه إف إذا جتني بالبداية، الجملة اللي تجي بعدها جملة بها زمن، هذه إف جتني بالبداية، الجملة اللي جتني وراها بها زمن، مضارع بسيط. خلني أتأكد هذا الكلام صحيح. مضارع بسيط شو تقول قاعدته؟ تقول فاعل زائدا فعل أما بأس أو مجرد زائد تكملة. هذا فعل مجرد. ليش فعل مجرد؟ لأن الفاعل هو وي، بما أن الفاعل وي يجي بعد فعل مجرد، وي فعل مجرد تكملة. إذن هو مطبق قاعدة يا قاعدة المضارع البسيط. الجملة الثانية بجملة بيا زمن، نرجع على المخطط، الأولى مضارع بسيط، الثانية بيا زمن، زمن المستقبل. شو تقول قاعدة المستقبل؟ حافظها أنا كنت الامتحان، فاعل و وفعل مجرد. هسه الجملة الأولى تريد تنزلها، كيف تنزلها؟ if we get lost، إذا ضعنا فاصل. الجملة الأولى محلولة، ما سويت شيء لحد الآن. أصحح الجملة الثانية. الجملة الثانية قلنا بيا زمن، مستقبل، فاعل والله مجرد. شنو هو الفاعل؟ وي. وراها شو خلي؟ وال. ومن ثم الفعل مجرد. الرا هو اصلا مجرد. غالبا انه بالاقواس اللي يجيب لي اياها بالامتحان او الفعل اللي يجيني بداخل الاقواس دائما يكون فعل مجرد. زين الجمله الثانيه ايش قال لي؟ مطلوب من عندي اني اصحح الجمله الاولى، الجمله الثانيه محلوله. خلنا نتاكد. هسه احنا اتفقنا انه اف بالبدايه وراها مضارع والبعيد عنها مستقبل. خلنا نتاكد، خاف ناسي يعني. بالبدايه اف مضارع مستقبل، بالبدايه اف مضارع مستقبل. الجملة المحلولة خلينا نشوف نتأكد أكثر إنه حالها بزمن المستقبل، فاعل والمجرد، فاعل والمجرد. إذا شنو؟ إذا كلامي مضبوط أو كلامي صحيح. فشن نقول؟ نقول إن الجملة الأولى بالمضارع البسيط أنزل إف، وراها جملة بالمضارع البسيط، شو تقول قاعدة المضارع البسيط؟ فاعل. شنو هو الفاعل؟ the motor. if the motor زائدا الفعل شبيه إما أس أو مجرد، ما أعرف. الفاعل مالت الموتور مفرد لو جمع، احنا قلنا انه اذا عوض عنه به او شي او ات اخلي له اس، واذا جمع اخلي له فعل مجرد. الموتور المحرك اعوض عنه بيا ضمير، محرك غير عاقل، مفرد غير عاقل، اعوض عنه بيا ضمير ات، بالتالي الفعل لازم يحمل اس الشخص الثالث. اذا اقول له the motor stops، الفعل ايش خليت له؟ خليت له اس. فاصلة الجملة الأولى انتهت، الجملة الثانية تنزل كما هي، وي ول رو. الجملة الثانية محلولة ما يحتاج أغير بها شيء. إذا توقف القارب سوف نجدد. الجملة الثالثة if the boat sink we swim. هسا انتبهوا وياي، اجتني اف وين؟ بالبداية وراها شنو؟ وراها مضارع بسيط والبعيد عنها مستقبل. جيد، هنا أنا مطلوب من عندنا صح الجملة الأولى والجملة الثانية. الجملتين لازم اصححها، سهله ماكو مشكله. احنا قلنا مضارع بسيط مستقبل، اول شيء نجي نحل المضارع البسيط، فاعل اس مجرد تكمله. اف انزل الفاعل شنو؟ ذا بوت، ذا بوت الفعل شديد لازم اما اس او مجرد. القارب مفرد لو جمع، مفرد اعوض عنه بالضمير ات، هذا الضمير ات، اذا هذا الضمير ات الفعل لازم ايش فيه؟ بي اس. اذا اقول له اف ذا بوت سينكس، إذا غرق القارب، وي. الجملة الثانية بدينا جملة جديدة، ما أنا وصلنا للفارزة، بدينا جملة جديدة. الجملة الثانية يا زمن بالمستقبل، شو تقول قاعدة المستقبل؟ فاعل والله مجرد. الفاعل شنو هو؟ وي. شو أخلي له؟ أخلي له ول، ومن ثم الفعل المجرد ينزل كما هو. سوان، وي ول سوان. إذا غرق القارب سوف نسبح. هذا كل ما يخص الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان عن موضوع في الشرطية. من الممكن أن يطلب من عندنا صحة الجملة الثانية. من الممكن يطلب من عندنا صحح الجملة الأولى، أو من الممكن يطلب من عندنا صحح الجملتين.
فأنت حافظ المخطط، حافظ قاعدة المضارع البسيط، حافظ قاعدة المستقبل، وعلى أساسها تطبق. الآن ننتقل لكتاب النشاط ونكمل باقي الأنشطة المتعلقة بهذا الدرس، خليكم ويانا. الآن نكمل الشرح مع كتاب النشاط. هنا أنا عندي ملاحظة قبل ما ننتقل لكتاب النشاط. أنا منطيكم الصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان شرحناها. كذلك يوجد تمرين متعلق بصيغة شرطية، وهو تمرين رقم 3 من الدرس القادم. إن شاء الله الدرس القادم عندنا تمرين كامل عن صيغ إضافية من ممكن تجيني عن إف الشرطية، وأك ملاحظة بعد إضافية اللي هي ملاحظة تحويل البي إلى إز وآر وآن، إن شاء الله نشرحها بوقتها. حاليا مطلوب من عندكم أن الملاحظات تحفظوها، تعرفون إف إذا جت بالبداية شو يجي وراها، أو الجملتين شلون راح يكون ترتيبها، إذا جت بالنص شنو قبلها وشنو وراها، مستقبل المضارع بسيط، تحفظون هاي الملاحظات تضبطوها على مود لما ننتقل للصيغ اللي أصعب أو اللي بها ملاحظات إضافية أنتم مضبطين الموضوع. الآن ننتقل إلى تمرين رقم 3، يقول لي close your student's book, write your own answers to Mazen's questions. أغلق كتاب الطالب وأجب على أسئلة مازن. طلاب شوف شو يقول لي، يقول لهم مازن، يقول لهم what will you do if the boat sinks؟ ما الذي سوف تفعلوه إذا غرق القارب؟ جاوبوا if the boat sinks we will swim أو I'll swim، إذا غرق القارب سوف أسبح. زين سألك سؤال ثاني، what will you do if you get lost؟ ما الذي تفعله إذا ابتهت أو إذا ضعت؟ أقول له if I get lost، إذا تيهت أو إذا ضعت إيش راح أسوي؟ أستخدم الكومبس البوصلة. I'll أو I will use compass أو a compass، سوف أستخدم البوصلة. طلاب إذا لاحظت شغلة، هذه if، جملة بعدها فاعل فعل مجرد تكملة، هذه فاعل فعل مجرد يا قاعدة مضارع بسيط، والبعيد عنها فاعل والله مجرد، هذه يا قاعدة مستقبل. إذا نطبق نفس قواعد الإف الشرطية اللي أخذناها قبل دقائق. What will you do if the motor stops؟ ما الذي سوف تفعله إذا توقف المحرك؟ أقول له if the motor stops، إذا توقف المحرك I will roll، سوف أجدد أو أستخدم المجاديف. شوف هنا أنا if فاعل فعل يحمل اس، هذا شنو؟ هذه الجملة الأولى مضارع بسيط. الجملة الثانية فاعل والله مجرد، هذه الجملة بيها زمن، جملة بزمن المستقبل. هذا كذلك مجرد تدريب لموضوع الف الشرطية. أما تمرين رقم 4 يقول لي write your own questions, use words from the box, ask partner with write to questions. شوف هنا يقول لي أنت اكتب أسئلتك الخاصة، use the words from the box باستخدام كلمات الصندوق. أنا أقول لك أنت أخذ دور مازن، شلون راح تكون أسئلة بإف الشرطية؟ شوف هنا أنا شو يقول له، يقول له what will you do if you lose the game؟ ما الذي سوف تفعله إذا خسرت المباراة؟ وهالنوب جواب if I lose the game I'll practice more، إذا خسرت المباراة سوف أتدرب أكثر. هسا نفترض الفعل fine، أقول له what will you do if you find مثلا $10 على سبيل المثال، ما الذي سوف تفعله إذا وجدت 10 دولارات؟ الجواب أقول له if I find $10، إذا وجدت 10 دولارات I will buy، سوف أشتري watch. شنو معنى watch؟ معناها ساعة يدوية، إذا لقيت 10 دولارات راح أروح أشتري بها ساعة يدوية. What will you do على سبيل المثال نستخدم الفعل الثاني see، ما الذي سوف تفعله if you see، إذا رأيت على سبيل المثال a snake، إذا رأيت ثعبان أو حية. if I find a snake، إذا وجدت حية I will على سبيل المثال kill it، سوف أقتلها. هذا ما يخص تمرين رقم 4، هذا مجرد تمرين للتدريب على موضوع الف الشرطية، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. لاحظنا أن درس اليوم درس مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، بقطعة قطعة مطلوبة من عندكم، بموضوع قواعدي جدا مهم اللي هو موضوع الف الشرطية. هذا الموضوع اتفقنا أنه راح يستمر ويانا منا لحد السادس إعدادي، هذه الحالة الأولى، وإن شاء الله المراحل القادمة راح تأخذ الحالات البقية. حاولوا تضبطوها، تكتبون الملاحظات بالدفتر وتحفظوها، لأن الموضوع جدا جدا مهم. إن شاء الله بالدرس القادم نكمل باقي الملاحظات ونكمل باقي الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان التحريري. حاولوا تسجلون هالملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلون على حسابات المجلس في الفيديو في الوصول.